لبسوا كريسي تيغان وإيفانكا ترامب فستان الكيمونو زيتو من جوهانا أورتيز. بيّن رسمة على إيفانكا مع كعب عالي وكان فيه أنوسة أكتر على كريسي مع شعر مرفوع وبوت عالين. مع كل الإيفنتس بال2017 كان في ساتين ما فينا ننساهن لنجمات مثل ريهانا، ليلي كولينز، هايدي كلوم وغيرهن. صممت برادا كولكشن شوز خصوص إلى الأعياد وبيتميزوا بالكريستالز وبلمعيتهم. استوحى كريستيان لوبوتان كولكشن الجديدة من أفلام حرب النجوم، تألفت من 4 سكربينات لكل سيدة بهالأفلام: ري، أميلين هولدو، كابتن فازما وروز تيكو. سان لوران عرفت بالقطع اليونيك. هالسنة غرموا النجمات بالشوز اللامية اللي نزلته مثل كيندل جينر، بيونسي، ريانا، هيفا وهبي وغيرهم كتار، وكانت هالقطع من أكثر القطع المتداولة بين النجمات. عودتنا جوال مارديني عجرقتها، وهالمرة قصت شعرها الطويل، حلقته من ورا وصبغته بيربل. سمت القصة The J-Cut. طلت نوال الزغبي بافتتاح بوتيك ببيروت وبين على وجهها زيادة البوتوكس والفيلرز بشكل لافت، خصوصي بشفافها وخدودها. أعلنت ريانا عن إطلاق كولكشن الحمراء ماتموزيل من فانتي بيوتي ب 26 ديسمبر، ومن ألوانها النيودز الأحمر الكلاسيك وكذا لون جريء عم نشوفه على ريانا. زارت هدى كتان خبيرة التجميل الخاصة للنجوم بلوس أنجلوس نيرس جيمي، وعملت عملية ليصير عندها كونتور طبيعي لوجهها ولتخفي السكارز عن إيديها. السنوبول كولكشن بماك بفترة العيد عم بتلاقي نجاح واسع، بتتضمن برودكتس فيها لمعية وغليتر وميتاليكس، مثلا ماسكارا بالفضة أو بالذهبة. نقت الماركة السويسرية وليزين الدين تصميم ساعتها الجديدة احتفالا بالسنة الكلب بالسنة السنية، وبتضم 88 ساعة بس من الروز جولد. مع تريسور الكولكشن الجديدة لأوميغا اللي هي عبارة عن 9 ساعات مرصعة بالألماس، نقوا كايا جيربر تتكون الوجه لهالعلامة. زيادة على الكولكشن الجديدة اللي أطلقتها تاغ إيربي افتتاح محل جديد لإلها بلندن، حضرت بيلا حديد الافتتاح وأطلقوا سوا ساعة جديدة من توقيعها تحت اسم ليدي لايك. خليكن على الموضة، تابعوني أسبوعياً بفاشن نيوز.